عموما انا بقى بستشهد بكلام وابغى تعليقك عليه الحقيقه. عبد العزيز الخضر في كتابه السعوديه سيره دوله ومجتمع تحدث عنك، عن تجربتك الصحفيه والاكاديميه والبحث، ولكنه ذكر في احد يقول بانك انت يعني انك تصير خلف البوصله الرسميه في الراي السياسي يعني خسرتنا كاتب كبير، لانه ما يعني اراءه ما كان يطرحها بصراحه، كان ينتظر البوصله الرسميه وين متجهه ويحاول يمشي في الاتجاه. الى اي مدى هذا الكلام دقيق؟ هل تتفق ام تختلف؟ خليني افرق بين امرين. الامر الاول احنا نحكي قبل شوي عن الوطن ونحكي عن اليمامه. انا بسال الاخ عبد العزيز وبسالك انت شخصيا، هل كانت اليمامه في مرحله 12 سنه اللي انا كنت فيها رئيس تحرير مجامله مداهنه أم كانت قوية وجريئة وتعالج مشاكل المواطن السعودي في مختلف نواحيه وبمنتهى الجرأة؟ لو جينا للوطن، احنا كنا نتكلم قبل شوي عن 3-4 رؤساء تحرير في خلال سنتين. هل كانت الوطن مجاملة مداهنة أم جريدة شجاعة وقوية؟ طبعا الفضل دائما ما يعود لي وحدي، يعود لي أنا والفريق اللي كان يشتغل معي، أيضا هم أيضا شركاء في هذا النجاح. إذا كان هل هذا هو اللي يجب أن يقاس عليه كيف يفكر شخص ما أو كيف يتعامل شخص مع شخص ما مع الفضاء المحيط به أو مع المجتمع اللي هو يعيش فيه أو مع القضايا اللي هو يعالجها؟ في مقابل هذا لا يعني أنه نحن ما كنا في تفاهم جيد مع الجهات الرسمية، في 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 هم يتفهمون دورنا احنا كاعلاميين في طرح القضايا اللي تهم المواطن السعودي، ويعرفون انه ان شاء الله احنا مخلصين ومحبين لهم ومحبين للوطن في نفس الوقت. بالتالي لم نمالئ احد ولم نجامل احد في طرح قضايا جدا حساسه سواء في اليمامه او في الوطن او في خلافها. لو تجي تشوف كتبي مثلا، انا معلش انت دفعتني الان اني اتكلم عن نفسي، أنا متأسف يعني إني بالعكس، لكن لو جيت مشان تحكم أيضا يعني الكتب اللي أنا عملتها ما أعتقد أن فيها لا مجاملة ولا مداهنة. طيب. لكن في نفس الوقت أنا صحيح أنا أعتبر نفسي مواطن سعودي غيور على استقرار بلدي، غيور على أن تكون التنمية فيه تنمية مستدامة وتنمية قوية، لكن ما بودي انه يعني يروح الموضوع الى انه طيب. يعني هذه اسئله لابد ان تسال. عموما عبد العزيز الخضر تكلم كلام جميل اذا جاء في الزاويه هذه، فبعدين اذا تقابلت مع عبد العزيز، وممكن عبد العزيز بيكون ضيفنا ان شاء الله قريبا، راح نتكلم عن هذه النقطه. ابغى باختصار لاني مجهز لك شغله بسالك رايك فيها ونريح اعصابك في النهايه، في نهايه البرنامج. التجربه البرلمانيه في السعوديه، تجربتك انت شخصيا والتجربه البرلمانيه بشكل عام، كيف تقيمها باختصار شديد؟ انا اعتقد ان التجربه كانت جيده، لكني أعتقد أن السعوديين ينتظرون تطويرها أكثر سواء من حيث الصلاحيات أو من حيث الانتخابات. أعتقد أن مرور 20 سنة على مجلس الشورى كفيل وقمين بأنه يعاد النظر في كثير من الأشياء اللي تتعلق بالمجلس. نعم. طيب أنا راح أسمعك شغلة وبعدين بسألك بعدها عشان نريح أعصابنا شوي. تذكر وقتها آخر كلمة قلتها، وما عدت شفتها وهلأ شفتها، كيفك انت ملا انت؟ تذكر آخر سهرة سهرتها عندنا، والله كنت مفكرتك
هذه أغنية للسيدة فيروز. أنت تحب هذه الأغنية؟ ما في شك. ليش تحبها؟ أو طبعا الظروف الشخصية مالك إيه؟ ما أعتقد أنها تهمك ولا تهم المشاهدين، لكن أنا أعتقد أنه كعمل فني إيه؟ كانت من أميز الأعمال اللي جمعت فيروز مع زياد بأمانة. كلمات بسيطة عفوية، كأنه واحد بيحكي إلى درجة أنه وأنت تسمعها تحسهم موجودين قدامك، تصورهم تماما وهم واقفين يتكلمون مع بعض أو هي تكلموا. موسيقى هادئة رشيقة منسجمة تماما تماما مع روحية اللحظة، لحظة الحدث، ومنسجمة تماما أيضا مع سلاسة في سلاسة موسيقية وفي سلاسة يعني لغوية بنائية في 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 المقطوعة نفسها الشعرية. نعم. فهي نعم. من أميز ما غنت فيروز. نعم. في عندي أغنية ثانية تحبها من غير ليه، بس بسألك سؤال قبل من غير ليه، إذا يمدينا ناخذ بس إجابة مختصرة. مبروك أول شيء، مبروك لنا في روتانا حضورك على شاشتنا من خلال برنامج يوم كل جمعة، وهو الأسبوع في ساعة مع أخوة زملاء زياد الدريس، عفوا إدريس الدريس، وهم أخوان ما راح يزعلون، إدريس الدريس وأيضا جمال خاشقجي ويحيى الأمير، والكرسي الرابع هو كرسي متحرك بالإضافة إلى لك. كيف تشوف هذه التجربة؟ ماذا تتوقع لها باختصار؟ أنا أتوقع أنها تجربة جيدة إذا أتقنت بشكل جيد كما هو التصور اللي عند صاحب الفكرة اللي هو الأخ الصديق تركي الشبانة. إذا استطاع فريق البرنامج أنه يتقن الأدوات والآليات اللي هي تخلي هذا البرنامج مختلف عن أي برنامج آخر، تحليل سياسي أو تحليل يعني، أعتقد أنها ستكون جدا مثيرة وجدا تجربة. نعم. تجربة ناجحة. دكتور فهد العرابي الحارثي، شكرا لك على حضورك في استديوهاتنا هنا في أبوظبي، واليوم قصينا الشريط وإن شاء الله متواصل دائما. شكرا جزيلا. شكرا لكم أنتم لأنكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في أهلا. نلتقي دائما في أهلا، في أمان الله.